مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة عيدية فرائحية جديدة من برنامجكم العيدي أطياف العيد، ونحن إذ نسجل هذه الحلقة من مدينة تريم الغنية بتراثها ومعالمها ونجومها في عدة مجالات فنية. ونحن في هذه الليلة سنحييها مع نجوم الفن الهادف ونجوم الإنشاد هنا في مدينة تريم. نقول في بداية هذه الحلقة أيها الهدهد، ما زلنا هنا نزرع الحب ونجني العنب. أيها الهدهد، إن أمة تعشق الفن وتهوى الأدب. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيوفي الأعزاء في هذه السهرة العيدية، وأولا نرحب بالمنشد المتألق سالم مؤمن. أهلا وسهلا بك، كل عام وانت بخير أخي سالم. طيب. وأيضا أرحب بالمنشد المتألق المنشد راضي منصور. أهلا وسهلا بك. يا مرحب، كل عام وانت بخير جميع إن شاء الله، وشرفتنا بحضوركم في هذه الجلسة العيدية. أرحب أيضا المشاهدين الكرام بالفرق المرافقة لنا في هذه الجلسة وفي هذه السهرة العيدية، في الناي وفي الأورج وفي أيضا الكورال وأيضا فرقة دوف للإيقاع. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأرحب بكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام بنكهة الشاي الحضرمي الجميل. وبالتأكيد مشاهدين الكرام سنستمتع إن شاء الله في هذه الجلسة العيدية مع ضيوفي الأعزاء. نقول لكم في البداية كل عام وأنتم بألف خير، وضيوفي الأعزاء إذا ما بدأت من أخي راضي، أعكس هذه المرة من اليسار يعني. أخي راضي، حدثنا عن تريم العيد في البداية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على هذه الاستضافة، ونقول لكم العيدين كل سنة طيبين، وأيضا المشاهدين الكرام أقول لهم العيدين كل سنة طيبين. مع سؤالك بالنسبة للعيد في تريم، طبعا في تريم بالذات يعني العيد لها نكهة خاصة، خاصة عيد الأضحى المبارك. كثير من الاحتفالات والمناسبات والألعاب، يعني كثير من الفقرات والفعاليات تقام خلال هذه الأيام المباركة. نعم. وبصراحة يعني يمكن تكون أفضل أيام السنة في تريم هذه الأيام، لأنه عيد الفطر المبارك يمكن يكون عيد قصير جدا عندنا في تريم بالذات. يعني عادة أنه بعد رمضان مباشرة، بعد العيد مباشرة الثاني من شوال يبدأ صيام الست. نعم. وهذا شيء طبيعي جدا عندنا في تريم. لكن في عيد الأضحى عيد رسمي، يعني عيد طبيعي جدا، الناس يفرحون ويزورون، وفي أعياد وفي مهرجانات واحتفالات ومسابقات. وإلى كم يستمر؟ كم أيام يعني العيد بالضبط؟ غالبا 5 أيام بعد العيد، إلا إذا كان في فعالية مهرجان مثلا يومي، أو مثلا دوري رياضي أو مسابقات، هذه ممكن تستمر أسبوع بعد العيد. طيب، انتقل الى اخي ايضا سالم، وكيف بيعيش اجواء العيد، وخصوصا ونحن نعيش في هذه المناسبه العظيمه، مناسبه عيد الاضحى المبارك؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر قناه سهيل على هذه الاستضافه، واعيش العيد يعني جو الفرح والمرح مع الاهل والاصدقاء والاحباب، زي كل الناس يعني يتزاورون في العيد، وعندنا في عادة العواد يتزاورون الأهل والأصحاب، هذا عندنا. إذن اليوم بالذات يعني طالما من على يميني نجم ومن على يساري نجم، بالتأكيد سنسمع الكثير من الألحان الهادفة والصوت الجميل والمتميز في هذه الجلسة العيدية. ونستفتح هذه الجلسة بأنشودة من أخي سالم، ولتكن أغنية شويخ من أرض مكناس. إذا نسمعها مع بعض، وأرجو التفاعل الصحيح. أننا نسجل هذه الحلقة في وقت متأخر من الليل، لكن ربما سننعش هذا الجو الجميل بالأصوات الجميلة هنا معي في هذا اللقاء، إضافة إلى الفرقة المتميزة في هذه الجلسة العيدية. على بركة الله نسمع شوية شويخ من أرض مكناس. إذا نسمع مع بعض.
ضيق من أرض مكناس وسط الأسواق غني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني وش علي يا صاحب من جميع الخلايق افعل الخير تنجو واتبعه للحقايق وش علي يا صاحب من جميع الخلايق افعل الخير تنجو واتبعه للحقايق لا تقول يا ابن كلمة إلا وإن كنت صادق لا تقول يا ابن كلمة إلا وإن كنت صادق خذ كلامي في قرطاس واحفظه حرز عني وش علي من الناس وش على الناس مني شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني وش علي من الناس وش على الناس مني ثم قول مبين ولا يحتاج عبارة مش على حد من حد وافهموا بالإشارة ثم قول مبين ولا يحتاج عبارة مش على حد من حد وافهموا بالإشارة وانظروا كبر سني والعصا والغرارة وانظروا كبر سني والعصا والغرارة هكذا عشت في فاس هكذا هوني هوني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني يا إلهي رجوتك جد علينا بتوبة والنبي قد سألتك والكرام الأحبة يا إلهي رجوتك جد علينا بتوبة والنبي قد سألتك والكرام الأحبة الرجم قد شغلني وأنا معه بالأشباح الرجم قد شغلني وأنا معه بالأشباح وسواس مدري وش يبغى مني وش علي من الناس وش على الناس مني شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني وش علي يا صاحب من جميع الخلايق افعل الخير تنجو واتبع اهل الحقايق وش علي يا صاحب من جميع الخلايق افعل الخير تنجو واتبع اهل الحقايق لا تقول يا ابن كلمة الا وان كنت صادق لا تقول يا ابن كلمة الا وان كنت صادق لا تقول يا ابن كلمة الا وان كنت صادق قل كلامي بقرطاس واحفظوا حرز عني وش علي انا من الناس وش على الناس مني شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني وش علي أنا من الناس وش على الناس مني ثم قول مبين ولا يحتاج عبارة وش على حد من حد وافهموا بالإشارة ثم قول مبين ولا يحتاج عبارة وش على حد من حد وافهموا بالإشارة انظروا كبر سني والعصا والغرارة انظروا كبر سني والعصا
العصا والغرارة وانظروا كبر سني والعصا والغرارة هكذا عشت في فاس هكذا هوني هوني وش علي انا من الناس وش على الناس مني من ارض مكناس وسط الاسواق غني وش علي انا من الناس وش على الناس مني وش علي انا من الناس وش على الناس مني وش علي انا من الناس وش على الناس مني وش علي انا من الناس وش على الناس مني وش علي انا من الناس وش على الناس وش علي انا من الناس وش على الناس يا سلام عليك اخي سالم وبالتاكيد استمتعنا جميعا بهذا الصوت المتميز واللحن الجميل. أخي سالم منذ متى بدأت أنت في الإنشاد؟ كانت بدايتي تقريبا في عام 1999 يعني كنا في الحارة كذا نشارك الناس الجيران والأعراس وفي المدارس كانت متأخر يعني في الثانوية. أول ظهور لك تلفزيوني؟ أول ظهور في جلسات في برنامج ليالي العيد تبع قناة السعيدة. والآن يعتبر الظهور الثانية؟ لا لا في قبل ظهور في ظهور في برنامج أحلى طرب في كليب جديد أصدر قبل تقريبا 5 أشهر تم تصويره في مملكة ماليزيا عنوان زاد شوقي. على حسابك الشخصي ولا كان في دعم؟ في دعم أكيد يعني أهم شيء ما وش الحكومة يعني ما دعمت لا لا هذه هي مشكلة ربما سنتطرق إليها لاحقا لكن دعني أنتقل أيضا إلى النجم وأنت فعلا أصبحت نجومتك الآن لا بأس بها لا يعني لا 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 مقارنة لا بالنجوم الموجودين في في محافظة حضرموت نجوم ممكن يكونون أكثر مني هو أبو نادر طبعا يعتبر أفضل عازف ناي في الجمهورية أنا أعتبره طبعا هذا النجم اللي عندنا اليوم الأخ فايز وجميع أنا أتشرف في الحقيقة أنني فعلا أمام أو بين نجوم كبار وبالتأكيد إن شاء الله سيكون لهم باع في الإعلام في الأيام القادمة. فعلا هناك نجوم لكن ربما لم يأخذوا حقهم إعلاميا. صحيح. أخي راضي ما أريد أني أكرر نفس السؤال ومتى بدأت راضي لكن أين يريد أن يذهب راضي؟ لكن أنا بجاوب على السؤال حقك. فضح. طبعا أنا بدأت الإنشاد أو الفن بشكل عام من عام 1991 يعني الآن 22 سنة صح؟ إن شاء الله 22 سنة. خلال فترة 22 سنة للأسف يعني في بلادنا الواحد ما يفكر أنه فين يوصل سؤالك الثاني. المحبطات طبعا كثيرة وموجودة. خلينا نتفائل أقل شيء حتى اليوم يعني والله شوف بالنسبة للقاءات الجلسات العيد أو جلسات إنشادية اللي تبث في القنوات المختلفة في اليمن واللي يمكن أصبحت زي الموضة لكن نشوف انه برنامجكم هذا بصراحة متميز لكن المنشد او الفنان نعم وبس يكفي انه يظهر في التلفزيون بطريقة معينة ولا يفكر انه مثلا يصور كليب او ينتج اعمال اخرى الا اذا كان حصل له دعم والدعم صعب يعني عندنا في حضرموت بالذات رجال الأعمال الحضار موجودين والتجار الكبار موجودين ما يفهمون كيف يبحثون عن موهبة معينة في مجال الفن فما بالك يعني في أو حتى في بعض المواهب الأخرى صعب أنهم ينمون هذه الموهبة لحد ما توصل لمستوى معين نحن نقول هذا نموذج نقدر نقدمه للعالم. صحيح. كله للأسف الشديد هذا غير موجود تماما في حضرموت بدرجة خاصة وفي اليمن بشكل عام. طيب أخي راضي إذا ما تحدثنا أيضا عن مشاركات رغم أنه عمرك الفني يعتبر يعني لا بأس به كبير يعني لكن المشاركات الأعمال التي قام بها النجم راضي منصور طبعا أبرز المشاركات اللي هو المشاركة في مهرجانات
تخرج الطلاب اليمنيين في جمهورية مصر العربية لمدة 3 سنين 2009 و2010 و2013. أيضا المهرجانات المناسبات اللي أقيمت في ساحة التغيير في صنعاء في ميدان 60 أو في ميدان التغيير، وكثير من فعاليات الإصلاح في صنعاء برضو، آخرها كان المؤتمر العام الخامس اللي بدأنا في تحضيره، ثم مشاركة فردية أو مع فرقة مع مجموعة من النجوم. نعم. أبرز مشاركة اللي أنا يعني أفتخر فيها أنه شاركت في أوبرة صفحة جديدة. نعم. مع نخبة كبيرة من الفنانين اليمنيين. نعم. نعم. طيب يعني ربما هذا اللي ذكرته كله شيء قليل من عمر راضي منصور الفني، يعني بنفترض أنه يعني برأيك ما هو السبب يعني التعثر أحيانا انطلاقة الفنان في مجال الفن بشكل أسرع؟ يعني والله زي ما قلت لك أنه أول حاجة العمل في الجانب الفني مكلف، يعني لو واحد بينتج ألبوم مثلا أو بيصور كليب يشوف التكاليف مكلفة جدا. يمكن أنتم في القنوات تعرفون تكاليف التصوير كم يخرج المصور والمخرج كم يبغى وصاحب الإضاءة ومش عارف إيش، فصعب إنه الفنان لنفسه إنه ينتج له عمل. حتى في الجانب الفني يعني كثير من الفنانين الموجودين في حضرموت لحد الآن ما ظهروا في الشاشة أبدا، لا في كليب ولا في عمل جلسات فنية محترمة. الشيء الثاني إنه الفنان أو النماذج الموجودة الآن من المنشدين أو الفنانين اللي هم بارزين في الشاشات وأصبحوا نجوم عالميين وهم يمنيين، طبعا بدايتهم مؤلمة بالنسبة لهم. مثلا الفنان عبد القادر قوزع والذي يوجه له التحية وأحترمه كثيرا وأحبه كثيرا وأقوله من العايدين وكل سنة وأنت طيب، ونحن أيضا بدورنا نوجه له التحية ونقول له كل عام وجميع الفنانين بألف خير في هذه المناسبة العظيمة. كانت طبعا الأستاذ عبد القادر كانت بدايته يعني لما يحكي قصته متعبة جدا، باع يعني ها ووصل للنجومية بمجهود ذاتي. نعم. الآن الأستاذ حتى اللحظة يعني بمجهود ذاتي يعني تعب عشان يوصل. هذا نموذج بس ما حد دعمه، يعني لا حكومة ولا جهات معينة في مؤسسات أو شركات داخل الجمهورية. أيضا الفنان أمين حميم والذي أيضا أوجه له تحية كبيرة جدا ويعتبر أستاذي، أمين حميم الآن وصل للنجومية بعد مشوار طويل في الفن. صحيح. ونفس المعاناة اللي نحن نعانيها. نعم. الفنانين اللي ممكن نكون يعني من بعدهم. صعب جدا المسار اللي نحن نمشي فيه، والآن أمين حميم وصل بعد معاناة طويلة جدا وأصبح من كبار الملحنين وكبار المؤدين على مستوى الوطن العربي بشكل عام. إيش رأيك ننسى الهموم ونغني في هذه المناسبة، ونحن أيضا نريد أن ننعش هذا الجو بشكل فرايحي أصيل بنكهة حضرمية، وإن كانت هناك مشاكل لابد أن تطرح في مثل هذه الجلسات، لكن أيضا لا يغلب عليها طابع الشجن والحزن، لابد أن نتفائل أخي راضي. أكيد أكيد. ونغني ماذا سنسمع الآن؟ نقول للقادم أكيد أفضل إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. نسمع الآن، نسمع بنعود لجو الشجن. أنا صراحة متأثر جدا بالراحل الفنان محمد سعد عبد الله رحمه الله، هذا بصراحة أسطورة في الفن، والأغاني حقه كلها صراحة شجن. واليوم أنا أرى أنك متأثر أيضا، وكما أنه أيضا الفنان محمود كارم الذي نوجه له أيضا تحية من خلال البرنامج حبيبي طبعا، وعديد من الفنانين متأثرين أيضا بمحمد. صحيح. سعد عبد الله صحيح، هذا مدرسة صراحة. نعم. يعني الفنان محمد سعد عبد الله مدرسة يعني كلنا نتعلم منه. صح. إن شاء الله بغني أغنية لمحمد سعد عبد الله، أغنية خلاص حسك تقول لي روح. خلاص حسك طبعا هي روح. فيها شجن وما تناسب العيد، لكن عشان يسمعونها الناس بس. إذا نسمعها مع بعض من صوت الفنان راضي منصور، تفضل. Thank you.
خلاص حسك تقول لي روح راعي لي وبجي لك انا مليت وما عاد فيش معي يا قلبي فاضي لك خلاص حسك تقول لي روح راعي لي وبجي لك انا مليت وما عاد فيش معي يا قلبي فاضي لك كفاية شوف لك غيري تغني له مواويلك تغني له مواويلك تغني له مواويلك بس حسك تقول لي روح راعي لي وبجيلك أنا مليت وما عاد فيش معايا قلب فاضيلك كفاية شوف لك غيري تغني له مواويلك تغني له مواويلك الدنيا مشانك وعنك عمري ما استغنيت تجازيني بهجرانك تجازيني بهجرانك ورغم اني معك ضحيت سبت الدنيا مشانك وعنك عمري ما استغنيت تجازيني بهجرانك تجازيني بهجرانك وعدك جيت تحسب عاد ان القلب فضيلك وعدك جيت تحسب عاد ان القلب فضيلك كفايه شوف لك غيري تغني له مواويلك تغني له مواويلك تغني له مواويلك We'll be right back.
تسمع كلام الغير كل ما يدور في الساحة خلاص ما عاد منك خير ولا من عشرتك راحة ولا من عشرتك راحة ما دام تسمع كلام الغير وكل ما يدور في الساحة خلاص ما عاد منك خير ولا من عشرتك راحة ولا من عشرتك راحة خلاص لا عاد تكتب لي ولا تبعث مراسيلك خلاص لا عاد تكتب لي ولا تبعث مراسيلك كفاية شوف لك غيري تغني له مواويلك تغني له مواويلك تغني له مواويلك روح راعي لي وباجيلك أنا مليت ومعاد فيش معايا قلب فاضيلك كفاية شوف لك غيري تغني له مواويلك تغني له مواويلك تغني له مواويلك خلاص حسك تقول لي روح راعي لي وبديلك أنا مليت وما عاد ليش معي قلب فضيلك خلاص حسك تقول لي روح راعي لي وبديلك أنا مليت وما عاد ليش معي قلب فضيلك كفاية شوف لك غيري تغني له مواويلك تغني له مواويلك تغني له مواويلك حسك تقول لي روح راعي لي وبديلك أنا مليت وما عاد فيش معايا قلب فاضيلك كفاية شوف لك غيري تغني له مواويلك تغني له مواويلك تغني له إذن خلاص حسك تقول لي روح ونقول أيضا لجمهورنا الكريم راعونا وبنجيلكم بالتأكيد ونتحفكم أيضا بكل ما هو جميل وممتع من هذه المدينة الغناء مدينة تريم الغنية بمعالمها وتراثها وتاريخها الأصيل. أعود إليك أخي سالم وأيضا إذا ما تحدثنا عن الحدث الأبرز هنا في مدينة تريم الذي كان في عام 2010 واللي هو تريم عاصمة للثقافة الإسلامية أين كان أخي سالم وماذا كان دوره في هذا الحدث؟ كان دوري في هذا الحدث كنت مشارك مع فرقة الأحقاف التي تربيت فيها وهي الفرقة التي طورتنا يعني أفتخر يعني من خلال هذه الفرقة شاركنا في مهرجانات تريم عاصمة الثقافة وكانت هنا الانطلاق يعني في نعم. طيب يعني إذا ما قررنا هذا الحدث والضجة الإعلامية اللي كان لهذا الحدث يعني هل فعلا يعني ساهم هذا الحدث وساهمت الثقافة الإسلامية لمدينة تريم في دعم الفنانين دعم المبدعين في هذه المدينة ساهم يعني أنتم فعلا يعني هذا الحدث الكبير الثقافة الإسلامية في مدينة تريم هل ساهم في دعم المبدعين يعني أظهرهم للناس أظهر نجوميتهم في الحقيقة هي فرصة لدعم المبدعين وأبرازهم في تريم عاصمة الثقافة وأبرزت الكثير من المنشدين والمبدعين والفنانين وكان هناك في بريت شارك الفنانين فيه في فنانين وفي منشدين وكان تريم عاصمة الثقافة شيء رائع يعني إن شاء الله تستمر مثل هذه الفعاليات ومثل هذه المناسبات ربما
تساهم نوعا ما في إظهار الفنانين، في إظهار النجوم بكافة المجالات الفنية. أخي راضي ربما في نفس الموضوع، وتريم وتريم عاصمة للثقافة الإسلامية في هذه اللحظة، أين كان راضي وماذا كان دوره في هذا الحدث؟ ابتسامة تفاؤل ولا ابتسامة ساخرة؟ أنا أشوفها والله يا أستاذي، أنا أعتبر تريم عاصمة الثقافة أو ذكرى تريم عاصمة الثقافة في 2010 كانت ذكرى سيئة بالنسبة لتريم صراحة، ولم تؤخذ تريم حقها أبدا. من حيث؟ لا من حيث إبراز الموروث الإسلامي أو الطابع الإسلامي الموجود، لم يعكس أبدا، لم يعطى حق الفنانين وقبل الفنانين حق الدعاة الموجودين أو الرموز الإسلامية الموجودة في تريم، لم يعطوا حقهم الكامل أبدا، لأنه تريم صنفت عاصمة للثقافة الإسلامية بمعايير معينة في المنظمة المانحة، لكن للأسف المستفيدين من هذه المعايير كانوا ناس خارج مدينة تريم. تقريبا بالنسبة للفنانين، نتكلم في الجانب الفني، حصر الجانب الفني كله في أوبريت الافتتاح فقط، وثم في الأيام الأخرى في مهرجان النصر والمحبة السنوي برضو كان في 2010 برعاية تريم عاصمة الثقافة. هذه الفعاليتين فقط كانت اللي هي تستهدف الفنانين في حضرموت، في تريم بالذات. لكن بالمقابل الإدارة السيئة طبعا للمهرجان وتولي ناس من خارج المحافظة أو بالأخص من وزارة الثقافة، ناس معنيين أنهم ينزلون من صنعاء ليديروا مهرجان أو فعاليات تريم عاصمة الثقافة في تريم، طبعا وهم لا يعرفون الكثير، وهم لا يعرفون شيء عن هذه المدينة وعاداتها وتقاليدها وسلوكياتها. طبعا الفعاليات انتهجت نهج آخر مغاير تماما للطابع التريمي، حتى أصبح في ضغط شعبي بنسبة معينة، وفي أيضا فشل في إدارة الفعاليات. هذا حدث يعني أدى إلى حدوث خلل كبير في فعاليات المهرجان ومع فعاليات تريم عاصمة الثقافة، حتى اضطر هذول المنظمون أنهم يحولوا الفعاليات كلها إلى صنعاء، وأصبحت تريم محرومة من كل شيء، لا الفعاليات الشكلية ولا المبالغ المرصودة والتي يعني من المسموع أو من المؤكد أنها سحبت من ملايين دولارات من يعني. صندوق الإعمار بداية، وسووا مشكلة كبيرة عليها. المهم في الأخير أنه في تصوري طبعا فعاليات كلها فاشلة بكل المقاييس طبعا، وأيضا أصبح الفيد خاص لفئة معينة من المنظمين، وأيضا عكست سمعة سيئة على تريم. وفي مثال بسيط جدا حاب أذكره في هذه المناسبة، أنه نحن كأبناء مديرية تريم والمعروف أنها تتميز بالأخلاق والكرم وحسن المعاملة وحسن استقبال الضيوف، كانوا عندنا ضيوف فرقة طيور الجنة، وكان استقبال سيء وفعالية جدا سيئة، وتحدثوا علينا في الصحف. نفس المشكلة يعود إلى التنظيم يعني، والقائمين على التنظيم. التنظيم كان سيء جدا جدا. أما كرم وأخلاق أهل مدينة تريم للأمانة هذا لا يوصف، وأنا من خلال تواجدي هنا في مدينة تريم انذهلت بكرم الضيافة وتعامل الناس وبساطة أيضا الناس في هذه المدينة الرائعة. وللأمانة أنا حبيت أني أستمر في هذه المدينة وأعيش في هذه المدينة يعني من جمالها وجمال أيضا. إحنا بس بنجربك كذا 40 يوم، بعد 40 يوم بنشوف. على أن تأجرني 8 حجج. 40 يوم فقط، بعد 40 يوم بنشوف. على كل حال، ولا إذا جاء الإقليم الشرقي خلاص يعني روح بلادك، بكون أنا في نفس الإقليم هذا بسموه بنجيب لك كفالة طمن.
إذا نغني قبل التقسيم الإقليمي، نغني ونعود إلى أخي سالم وماذا سيسمعنا في هذه الدقائق العيدية. نسمعكم نعود والعيد مرة، نعود ونعيد مرة ونبتسم جميعا مع هذه الأنشودة العيدية. نريد أيضا تفاعل من الإخوة اللي معنا في الفرقة وأيضا من قبلكم أنتم المنشدين حتى نضفي لهذا الجو رونقه العيدي الخاص. نسمع مع بعض. المسرة والمحبة نهد تهاني في كل من نحبه، الأهل والأحباب من نتمنى قربة وكل أصحابي ومن هاجر بغربة. أهلين يا عيد المسرة والمحبة نهد تهاني في كل من نحبه، الأهل والأحباب من نتمنى قربة وكل أصحابي ومن هاجر بغربة. يا رب عودنا وتمم كل فرحة، يا رب عودنا وتمم كل فرحة، أعوام وسنين من العايدين بعود والعيد مرة والخير والحب. بشير الفرح والسعد خيام، والنور ساطع في السماء والجو غيام، وطرنا غنى وانشد وترنم في ليالي نغتنمها خير مغنام. زادت بشير الفرح والسعد خيام، والنور ساطع في السماء والجو غيام، وطرنا غنى وانشد وترنم نغتنمها خير مغنم. يا رب عودنا وتمم كل فرحة، يا رب عودنا وتمم كل فرحة، أعوام وسنين من العايدين بعود والعيد مرة بالخير والحب سام. أعوام وسنين من العايدين بعود والعيد مرة والحب ساد. على كل شفاه ونزور كل عاقل ونسولف معاه، ونكون يد وحدة قد كل الوشاة، اخوان في الله تحت سقف سماه. نرسم الضحك على كل شفاه
ونزور كل عاقل ونسولف معاه ونكون يد وحدة ضد كل الوشاة اخوان بالله تحت سقف سماء يا رب عودنا وتمم كل فرحة يا رب عودنا وتمم كل فرحة أعوام وسنين من العايدين تعود والعيد مرة بالخير والحب زاد أعوام وسنين من العايدين تعود والعيد مرة والخير والحب زاد المسرة والمحبة نهدي التهاني في كل من نحبه الأهل والأحباب نتمنى قربة وكل أصحابي ومن هاجر بغربة أهلين يا عيد المسرة والمحبة نهدي التهاني في كل من نحبه الأهل والأحباب نتمنى قربة وكل أصحابي ومن هاجر بغربة يا رب عودنا وتمم كل فرحة يا رب عودنا وتمم كل فرحة أعوام وسنين من العايدين تعود والعيد مرة بالخير والحب زاد أعوام وسنين من العايدين تعود والعيد مرة والخير والحب سال إذن مشاهدينا الكرام نستسمحكم عذرا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الجلسة العيدية التي نسجلها من مدينة تريم المدينة الساحرة ونحن نحيي هذه الليلة الفرايحية من برنامج أطياف العيد مع نجوم من أبناء هذه المدينة النجم راضي منصور والنجم سالم بمؤمن وعودة إليك أخي راضي ولو حدثنا بشكل مختصر ربما عن عادات وتقاليد مدينة تريم أو محافظة حضرموت بشكل عام ولو أخذنا أيضا نموذج بسيط من هذه النماذج ومثلا نتكلم عن نموذج الزواج وكيف هو عادات والتقاليد حتى يعرف المشاهد الكريم عن عادات والتقاليد هذه المدينة. أنت متزوج يا راضي صح؟ أكيد. معك أولاد؟ متزوج من ليش تقولها أكيد يعني متزوج هل الواحد يعني سني 35 سنة نعم وتزوجت في 2005 وعندي ولد وبنت ما شاء الله زياد وشذر حدثنا عن نموذج راضي منصور الشخص يعني كيف بدأ الخطوبة وحفلات الزواج وكيف العادات والتقاليد ممكن كلمك عن العادات والتقاليد في الزواج عندنا بس كلمك على يعني حالتي الشخصية لا طبعا ايش المشكلة اكيد طف الشاشة ولا يهمك وكلمك طيب نحكي عن العادات والتقاليد طبعا في تريم يعني ايش اقول لك نبدا منين ولا نخلص منين خلينا نمر ببدايه المرحله كيف لما الشاب يعني يروح يعني يتقدم الى بيت طيب عندنا نحن طبعا في تريم الشاب لما يفكر انه يخطب
غالبا انه يكون بعد الجامعه. الغالب انه يكون بعد الجامعه. يؤمن مستقبله اكيد. نعم. الوضع ما يسمح. وغالبا عندنا البنت في تريم بالذات توصل لحد معين في الدراسه الى يعني اذا استمرت في الدراسه الى الثانوي. نعم. والغالب الغالب بعد تاسعة تبقى في البيت تتعلم أمور الطبخ وأمور إدارة المنزل لحد ما يجي الشاب ويحدد المكان المناسب ويخطب. شيء طبيعي يعني خطوبة في العالم كله معروفة. طبعا عندنا نحن في تريم وهذا سر لا تقول لحد, المهور عندنا معقولة جدا, والحديث الرسول أقل لهن مؤونة أكثرهن بركة, بركة. نعم. بعكس المناطق الثانية طبعا خاصة تريم, المناطق الثانية كان مهورهم جدا مختلفة جدا. التجهيزات للزواج طبعا أكثرهم فترة الخطوبة توصل إلى سنة. نعم. الأكثر العام في نفس النقطة أخيرة دي, وأنا أتجول في مدينة تريم أيضا وجدت انه من خلال ايضا بعض الشباب يقولوا لي انه في صالات متعدده هنا بالمجان يعني او فلل من قبل بعض رجال الاعمال تفتح كذا بالمجان لمن يريد ان يعرس فيها, يعني هذا ربما يخفف من تكاليف الصالات. لا يعني عندنا نحن في تريم امور الزواج نوعا ما ميسره تماما يعني. نعم. حتى في امور الطبخ والتجهيز وكذا, في تجهيز حتى غرفه العريس عندي فيها أمور ميسرة تماما. نعم. فالواحد بس يعزم ويتوكل على الله وربك يرزق. بس مش بالثانية والثالثة والرابعة. لا لا أيه. أكيد. طيب عفوا متزوج؟ للأسف لا, لكن إن شاء الله سنتعلم من هذه المدرسة مدرسة تريم أشياء كثيرة ومن ضمنها الزواج. أخي سالم أيضا أنت طبعا متزوج يعني. حديث عهد بالزواج. حديث عهد يعني. طيب اطرح. إيش؟ سأله أنا. سؤال منك يعني. سأله أنا لأنك من المقربين. لا أسأله إيش يا سالم عامل عاملة ومش عارفين إيش يعني. لو سؤال طبيعي يعني عشان أنت شوي كده تتحرك, إيش رأيك في نفسيتك قبل الزواج وبعد الزواج؟ بس أكيد يعني أكيد بعد الاستقرار بس كفي يعني. كفي أكيد في اختلاف يعني كثير يعني الاستقرار ماذا يضيف للفنان في استقرار يعني. نفسي يعني في استقرار نفسي قبل الزواج ما تحسبه يعني. نعم. بعد الزواج ترتاح نفسيا معاش تفكيرات كثيرة بس ما يأثرش هذا على جانب أيضا مثلا الفن والإبداع كل الشخص مقيد ما يقدرش ينطلق أكثر. بالعكس أنا أحس أنه مثلا وأن يعني. بتسجل الآن هذه الحلقة ونحن الآن في وقت متأخر من الليل, ما تقول لك شوين كنت وليش تأخرت, المسألة مفتوحة عادية. هو الآن شوف معلش هو متحرك شوية لكن على كل يعني هو الآن ما ينظر إنه تأخر للبيت وينظر إنه بعدين لما يشوف في التلفزيون يجلس هو المدام يطالع نفسه في التلفزيون تطلع كلمات حلوة. يا سلام يا رجال أنت تطلع في التلفزيون وما حد يجيب لك كلمات حلوة تحرك. على كل حال إذا طالما أنت متحرج نخرج من الحوار ونسمع اللحن الجميل والهادف وعودة إلى أخي راضي وماذا سنسمع في هذه اللحظات. طبعا اخترت أغنية من كلمات وألحان الشاعر الراحل الكبير حسين أبو بكر المحضار رحمه الله. وبالتأكيد حسين أبو بكر المحضار طبعا من أبناء من أبناء محافظة حضرموت مديرية الشحر طبعا. نعم. خلف إرث. نعم. وغنى له غني. العديد من الفنانين وغنى له أكيد. نعم. الفنانين اليمنيين والخليجيين. نعم. الأغنية اسمها من مننا معصوم. من مننا معصوم. بالتأكيد لا أحد مننا معصوم وكلنا ذو خطأ. نعم. نسمع من مننا معصوم على بركة الله. تفضل.
اصوم ما قد يوم زل من مننا واحد بعمره ما عمل زله من مننا معصوم ما قد يوم زل من مننا واحد بعمره ما عمل زله الآدمي دايم معرض للزلال في حين لو عليه ليه يا هذا تعاملنا برد الفعل الآدمي دايم معرض للزلال في حين لو عليه ليه يا هذا تعاملنا برد الفعل صباح القلب لجلك ما بخل ولا أظن اليوم ينوي العيب في خله بالأمس ضاح القلب لجلك ما بخل ولا أظن اليوم ينوي العيب في خله هل شفت إخلاصه بدا فيه الخلل أو شك عندك فيه شك عندك فيه ليه يا هذا تعاملنا برد الفعل خطاه الناس بتملى كل من غلط مرة عطوا عادك أمل أما إذا تكرر خطاه الناس بتملى لكنني ما وصل لحد الملل حتى أقل ما فيه يا هذا تعبنا برد الفعل لكنني ما وصل لحد الملل حتى أقل ما فيه ليه يا هذا تعمل برد الفعل عشو قلت ذل وان قلت يا ويله يهون القلب في مذله ان قلت لك سامح واعفو قلت ذل وان قلت يا ويله يهون القلب في مذله واصبحت كالبيع ما بين الدلال كل من زعل برضيه ليه البياع ما بين الدلال كل من زعل برضي يا هذا تعاملنا برد الفعل I'm not afraid to die.
ترنم عال ملومها حتى إذا قالوا بها عل ملوم عيني لو هجرها النوم عل ملومها حتى إذا قالوا بها عل ملوم عيني لو هجرها النوم عل ملومها حتى إذا قالوا بها عل والجسم ما يلتام من كثر العلال يا ريت ذا يكفيه ليه يا هذا تعبنا برة الفعل ليه الجسم ما يلتام من كثر العلال يا ريت ذا يكفيه ليه يا هذا تعبنا برة الفعل أنا معصوم ما قد يوم زل من مننا واحد بعمره ما عمل زل من مننا معصوم ما قد يوم زل من مننا واحد بعمره ما عمل زل الهادمي دايم ما عرض للزلال في حين لو عليه ليه نبرة الفعل لا دمي دايم ما عرض للزلال في حين لو عليه ليه هذا دعم نبرة الفعل ليه هذا دعم نبرة الفعل ليه هذا دعم نبرة الفعل ما شاء الله لا فضفوك أخي راضي وبالتأكيد من مننا معصوم, معصوم. إذن كما يشير المخرج الوقت داهمنا وكنا مستمتعين جدا بهذه السهرة العيدية لكن إن شاء الله سيكون لنا جلسات قادمة ونراكم إن شاء الله نجوم على مستوى العالم إن شاء الله رسائل عيدية أخي سالم لمن تحب أن توجهها أولا إلى زوجتك هذا شيء طبيعي يعني أكيد يعني ثم لمن تحب تفضل لوالدي ووالدتي العزيزة وأخواني وجميع أصدقائي كل عام وهم بألف خير والشعب اليمني بألف خير أخي راضي طبعا أول تهنئة عيدية أقدمها للشباب الموجودين الصراحة يعني الحلقة حلوة بوجود الكوكب الفني الموجودة أكيد. ثانيا تهنئة لوالدتي أطال الله عمرها و والباقي يتبع يتبع يعني الزوجة والأولاد وإلى آخره طيب إن شاء الله تصل رسائلكم العيدية إلى من تحبون وأيضا هي رسائل عيدية من قبل الموجودين معنا في هذه الحلقة إلى أهاليهم وإلى من يحبون بالتأكيد ربما نظرا لضيق الوقت لا نستطيع أن نمر على كل شخص في هذه الفرقة نحييكم على حضوركم نشكر الفنان القدير راضي منصور على حضورك معنا ونشكر أيضا الفنان القدير سالم مؤمن على حضورك معنا والفرقة التي رافقتنا في هذه الجلسة العيدية نقول لكم كل عام وأنتم بخير وتشرفتونا بالحضور في هذه الجلسة العيدية وإن شاء الله يكون لنا جلسات قادمة بمشيئة الله في هذه المدينة
الرائعة المتينة التي عشقتها فعلا يعني من أول ما وصلتها، وإن شاء الله ستستمر بهذه الروعة واستمر أيضا النجوم بهذا الإبداع والتميز. ختام هذه الحلقة مشاهدين الكرام، اسمحوا لي أن أنقلكم تحيات فريق العمل، الفريق الكبير الذي يعمل خلف الكواليس في التصوير والمونتاج والإخراج وأيضا الإضاءة والصوت والتجهيزات الفنية بشكل والشاي أيضا الحضرمي، شكرا جزيلا لك، وبالتأكيد استمتعنا أيضا بلذة الشاي الحضرمي اللي أنصح جميع المشاهدين بأن يزوروا هذه المحافظة فقط ليتلذذوا بالشاي وبنكهة الشاي الحضرمي الجميل، إضافة إلى الإبداعات الكبيرة التي لا نستطيع أن نصفها في هذه الدقائق القصيرة. تقبلوا تحية فريق العمل جميعا بقيادة المخرج حسن باهريش، هذا ماجد تهيم، أحييكم من تريم، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.